بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى شروط الوضوء. نعم. الإسلام والعقد والتمييز والنية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإسلام وضد الإسلام الكفر. والعقل وضد الجنون. والتمييز خرج به غير المميز. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. واستصحاب النية بأن لا ينوي قطع حتى يتم الطهارة. تتم الطهارة. ولهذا قلنا أن لو قطع النية في وسط الصلاة مثلا فبطلت الصلاة. نعم. طهورية ماء وإباء. بعد هذا. انقطاع موجب الوضوء. مثل ثنى عليه بمثال أنه يأكل لحم جزور وبدأ يتوضأ، أقول لا يصح، انتهي من الأكل أولا ثم بعد هذا توضأ. وإذا كان هذا الموجب للوضوء يجب فيه الاستنجاء والاستجمار، لا بد من الاستنجاء والاستجمار، لكن كأكل لحم الجزور لا استنجاء ولا استجمار، وكذلك يعني يقال في النوم مثلا. نعم. طهورية ماء وإباحة. وبعد هذا دخول وقت الصلاة لمن حدثه دائم فتح الله عليك. غيره فروض الوضوء باختصار. نعم. الوجه باختصار قلنا أربعة ذكرت في الآية وتضيف الترتيب والموالاة. الأول الوجه مع المضمضة، الوجه مع المضمضة والاستنشاق، الاستنشاق. اليدان إلى المرفقين، مع المرفقين. الرأس مع الأذنين، مع الأذنين والرجلين، مع الكعبين. الكعبين و الموالاة والترتيب. ما معنى الموالاة؟ بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، وهذا في الغالب يكون في أوقات الصيف. أجلس فتح الله عليك. طيب، صفة الوضوء أن ينوي طبعا بقلبه، ثم يسمي، ثم يغسل الكفين. غسل الكفين سنة، إلا في نوم الليل، إذا استيقظ من نوم الليل يغسل الكفين ثلاثا، وكذلك يتنظمر ويستنشق ويستنثر ثلاثا، لأن الشيطان يميت في خيشومه. يتوضأ بعد أن يغسل الكفين، يتمضمض بغرفة واحدة، يأخذ غرفة من ماء ويدخل الماء في فيه ويستنشق، ثم يستنثر بيده اليسرى، هذه مرة أو مرتين أو ثلاثة. ثم يغسل الوجه، قلنا من منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن، ومن شحمة الأذن لشحمة الأذن. تخليل اللحية إذا كانت كثيفة فالتخليل سنة، خفيفة فالتخليل واجب. وذكرنا أن تخليل اللحية له أقسام ثلاثة: تخليل واجب سواء كان خفيفة أو سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وهذا في الاغتسال. لا تخليل، وهذا في التيمم. فيه تفصيل، هذا في الوضوء. ثم بعد ذلك ما استرسل من اللحية يغسل، لأنه له حكم المواجهة. يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع مع المرفقين والأشرع في العضد، وكذلك اليسرى. ثم يمسح، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحته في صمخي أذنيه. ثم يغسل الرجل اليمنى مع المرفقين ويخلل بين الأصابع بخنصره اليمنى ثم اليسرى، ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بصفة التيمم، صفة أو نواقض الوضوء، قبل هذا نواقض الوضوء. نعم. الخارج من السبيلين مطلقا، بول وغائط وريح ومذي ومني وودي وديدان أو حصى أو حيض أو نفاس أو دم، هذا خارج من السبيلين مطلقا.
الثاني الخارج الفاحش الخارج الفاحش النجس لكن من غير السبيلين. ذكرنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال أنه إذا كان هذا من جنس البول والغائط فهو ناقض وإلا فلا، يعني لديه جرح والجرح هذا يخرج منه قيح وصديد، هل هو ناقض وضوء؟ لا. نعم، زوال العقل بنوم. وذكرنا فيما تقدم أن النوم ليس بناقض لكن هو مظنة لخروج الريح، فإذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فهذا غير ناقض، وإن كان لم يشعر بنفسه انتقض وضوءه بنوم أو نحوه، سكر، جنون، إغماء، مخدر. نعم، مس الفرج قلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى استحب له الوضوء، فإذا صلى بعد مس الذكر فالصلاة صحيحة، إذا جاء وقال مسست ذكري وصليت نقول الصلاة صحيحة، وإن أراد أن يصلي نقول توضأ الآن وهذا أحوط. بعد هذا قبل أن كان ودبرا، الردة لأنه محبط لكل الأعمال، أكل لحم الجزور خاصة. نعم، نقول ما نسيت شيء الحمد لله. طيب، مس المرأة لم يذكر، إذن غير ناقض. الصلاة على الميت أو حمل الميت لم يذكر، إذن غير ناقض، مفهوم؟ طيب، صفة التيمم. نعم، صفة التيمم أن يضع يده فوق التراب أو فوق الحجر. خطأ. أن يضرب ضربة. خطأ. إخواننا فكوا يركز. نعم، أن ينوي محل القلب ثم يسمي ثم يضرب ضربة واحدة فقط على الأرض، التراب، الطين، الرمل، الحصى، الحجارة. نعم، يضرب إحدى كفيه بالأخرى أو ينفخ فيهما، ثم يمسح الوجه دون التخليل، ثم نعم يأخذ يديه اليسرى باطن كفه اليسرى على ظاهر كف اليمنى بدون تخليل، ثم بباطن كف اليمنى على ظاهر كفه اليسرى. فتح الله عليك. صفة الاغتسال، صفة الاغتسال. نعم، لا خلفك. قلنا الاغتسال إما اغتسال مجزئ أو اغتسال يعني كامل مسنون، وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، المجزئ أن ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعر الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. الكامل ينوي يغسل الفرجين، ثم بعد هذا يغسل يديه بالتراب أو بالصابون أو كذا إذا كان فيهم أذى، ثم يسمي ويبدأ يتوضأ وضوء الصلاة، وعندما يصل إلى رأسه يروي بالماء، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم رجليه. لابد من التخليل. طيب، فتح الله عليك. يقول أقسام إزالة النجاسة. خلنا بالأمس أن إزالة النجاسة على ثلاثة أضرب. نعم، نجاسة مغلظة ومخففة متوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. المخففة الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر، إذا كان رطب ينضح، والنضح معناه رش بلا عصر، وأما الغسل رش مع عصر،
وما عدا المخففة المتوسط والمغلظة متوسطة. نعم، في بقية النجاسات. بول الآدمي مغلظة مخففة متوسطة. بول البقر ليست بنجس. طيب، فتح الله عليك، اجلس. يقول صفة الصلاة على الميت أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو الميت بما ورد وهو أولى ثم يكبر ثم يسلم تسليمه أو تسليمته. الزيارات الشرعية بالمدينة، الزيارات الشرعية عندنا زيارات شرعية وزيارات بدعية. الزيارات الشرعية، أذكر الشيخ العباد حفظه الله أن الزيارات الشرعية خمسة: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يشد الرحل لزيارة المسجد لا للقبر، ويقصد السفر وشد الرحل زيارة المسجد النبوي. إذا وصل إلى المدينة يتطهر في بيته ثم يأتي مسجد قباء وصلي في ركعتين ويكتب له أجر عمرة بإذن الله على ما ورد عن الحديث في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا تكون الزيارة للقبول للرجال للنساء، والزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما والبقيع والشهداء أحد. هذه كم؟ خمس زيارات. غير هذه الزيارات زيارات بدعية. طيب، يبقى معنا في الأسئلة، يقول الشرك الأكبر. الشرك الأكبر إذا مات، نسأل الله السلامة العافية على الشرك الأكبر، ماذا عليه؟ نعم، نعم، إذا مات على الشرك الأكبر، مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. وإذا مات على الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة العافية، يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس أو الغرغرة. نعم، ماذا عليه إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة؟ تاب الله عليه. نعم. طيب، أجلس. ما حكم صلاة الكافر؟ قلنا صلاة الكافر باطلة، صلاة المجنون كذلك. ما حكم صلاة الصغير؟ حكم صلاة الصغير إن كان مميزا صحت، وإلا فهي باطلة. نعم، أوقف. صلى بغير وضوء ناسيا، ماذا عليه؟ لا تصح لأنه مشرك. يعيد الصلاة ناسيا، يعيد. جاهلا، متعمدا، هذا في كل الشروط. نعم، إلا شرط واحد قلنا، إذا صلى عليه نجاسة ولا يدري بها أو نسي النجاسة فالصلاة صحيح. فتح الله عليك. نعم، استقبال القبلة تقدم معنا، نستقبل القبلة ولا بد، إلا النافلة في السفر يصلي حيث توجه في الدابة أو الراحلة. يقول صلى مكشوف الفخذين، صلى مكشوف الفخذين خطأ، باطل خطأ. نعم، خطأ. صلى مكشوف الفخذين، نعم يا أخي، صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة خطأ. نعم يا أخي، صحيحة لكن آثم، وهذا خطأ. نعم، إن كان إذا كان رجل، إيه خلاص قول، يعني باطلا إذا كان رجلا، إذا كان بالغ أو تجاوز 10 سنين فالصلاة باطلة ولا شك،
وذكر ابن 7 سنين 10 سنين فهي صحيحة، فتح الله عليك. هذا اللي درسنا. طيب، صلى بعد خروج وقت الصلاة، صلى بعد خروج وقت الصلاة ماذا عليه؟ باطل فيها تفصيل، باطل فيها تفصيل. واحدة واحدة جائزة ولكن فيها تفصيل. في تفصيل، أعطنا التفصيل، لا تحكم. مثال إذا صلى ولم تدخل الصلاة بعد، مثال إذا، طب إذا ما صلى بعد الوقت. نعم. هذا في الوقت، لكن لم يدخل صلاة المثال صلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر. أصلاً ينتهي وقت الظهر بدخول وقت العصر. اجلس، فتح الله عليك. نعم، صلى بعد الوقت، صلى بعد الوقت الصلاة إذا كانت تأخير لعذر. هذا إذا كانت تأخير لعذر، كان يكون مسافر وجمع جمع تأخير وأخر صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء يصح. وإذا كان النوم بغير تفريط مثلا، هذا التأخير بغير تفريط، فيصلي عندما يتذكر، من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكره. وإذا أخر زيادة نقول له، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لا تصلي. نعم. طيب أصبر، صلى قبل الوقت لا تصح الصلاة مطلقا. مطلقا خطأ. لا شيخ، إلا إذا قدم الصلاة، إذا كان التقديم له رخصة. نعم. كان يقدم العصر مع الظهر جمع تقديم، والعشاء مع المغرب جمع تقديم. تفضل. صلى على الراحلة أو الدابة أو القطار أو السيارة. نعم. إذا كان في السفر صحيح. نعم، في السفر، إذا كان في السفر صحيح، أما في الحضر لا تصح. طيب، آخر كلام؟ نعم. خطأ. إذا كان في السفر نعم صحيح، وإذا كان في ليس في السفر يعني صلاة المسافر على الدابة والراحلة، على الدابة والراحلة في الحضر لا، أما في السفر يصلي النافل على الدابة والراحلة. وإذا أراد أن يصلي الفريضة لابد من القيام ولابد من استقبال القبلة، فإذا كان في السيارة يستطيع أن ينزل، لكن اعتبر أنه في السيارة ومطر شديد ويخاف خروج وقت الفجر، فماذا يصنع؟ يصلي وهو في السيارة، يستقبل بالسيارة القبلة، يستطيع ولا إشكال، يستطيع القيام. إذا استطاع القيام، كان تكون السيارة كبيرة ومتسعة، لابد من القيام. وإذا ما يستطيع يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود. أما الصلاة في الطائرة قلنا يستطيع في الغالب، وما يتق الله يجعل له مخرج رزقه من حيث لا يحتسب. فتح الله عليك. يقول نعم، ما حكم صلاة من صلى جالسا؟ نعم، هي في الفريضة جائزة إذا لم يقدر على القيام. الله يفتح عليك. يقول إذا صلى جالسا الفريضة فالصلاة صحيحة، إذا كان عاجز عن القيام بالكلية أو يقدر مع ذهاب الخشوع، وإن كان قادر على القيام فالصلاة باطلة. هذا في الفريضة. أما النافلة جائزة في كل حال، لكن يأخذ نصف الأجر. فتح الله عليه. ما حكم التشهد في الصلاة؟ ما حكم التشهد في الصلاة؟ نعم، التشهد الأول سنة واجب. انظر، ما هذا التشهد؟ التشهد الأول فهو واجب، التشهد الأخير هو ركن. ركن. ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ في التشهد الأول سنة، في التشهد الأخير ركن. ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن في الأولى كل ركعة.
إلا إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة واعتد بركعة. فتح الله عليك. ما حكم قراءة القرآن في السجود؟ ما حكم قراءة القرآن في السجود؟ نعم يا أخي. إذا نوى الدعاء للقراءة يصح، كان يقول في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أراد بهذا الدعاء لا قراءة القرآن. وقراءة القرآن في الركوع والسجود محرمة. رب اجعلني مقيم الصلاة، نوى بهذا الدعاء يصح، وإن نوى القراءة فهو آثم. تكلم في الصلاة. نعم. طيب، الكلام في الصلاة الكلام العمد مع العلم والذكر فالصلاة باطل، وإذا تكلم جاهلا أو ناسيا أو لمصلحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن يتكلم بأدنى كلام والأصل أن يأتي بما جاء في الكتاب والسنة. نعم. الالتفات في الصلاة، يقول العلماء أن الالتفات في الصلاة رحمهم الله إما الالتفات بالجوارح أو التفات بالقلب. التفات بالقلب كأن يفكر في أمور، أما الالتفات بالجوارح إذا الالتفات كان يسير فهذا مكروه، وإذا الالتفات كثير محرم. بل هناك من السلف من كان يفتي بأنه إذا رفع يعني بصره إلى السماء فالصلاة باطل. هذا الالتفات. زاد ركعة، زاد ركعة، فماذا عليه؟ إذا تعمد فالصلاة باطلة، وإذا كان ناسي فالصلاة صحيحة، لكن يجب عليه ما تتذكر أن يرجع. نعم. ويسجد للسهو. فتح الله عليك. ترك المأموم ركن خلف الإمام فماذا عليه؟ نعم. ترك تكبيرة الإحرام، ما دخل في الصلاة أصلا، ترك الفاتحة في صلاة الظهر في الأولى، يعني بطلت الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هو يصلي خلف الإمام والإمام قرأ الفاتحة. هو ما كان معه في الصلاة، يعني كان هو دخل مع الإمام مع تكبيرة الإحرام، عندما كبر الإمام لتكبيرة الإحرام دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ الفاتحة. نعم. هو بالنسبة له الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة باطلة، يعيد يعني يرجع إلى ما بعد تكبيرة الإحرام ما تتذكر. إيه صحيح؟ نعم. طيب كان جاهل يعيد، ناسي متعمد مع الإذن آثم متعمد. نعم. فتح الله عليك. الإمام لا يتحمل أركان، ما يتحمل أركان. قلنا إذا أسرع الإمام تسرع دون إخلاء، أدركت الإمام الحمد لله، إذا لم تدركه أترك. نعم. طيب، شك في الوضوء وهو يصلي بعد أن كبر تكبيرة الإحرام. نعم. لا شيء، لأن الوضوء قد انتهى وكل شك بعد الفراغ انتهى من العبادة ولا يلتفت إليه. لو كان الشك 99%، 100% يخرج ولا بد. نعم. ولو قال أنا أدفع الشك باليقين وأخرج من الصلاة، نقول لو تصنع هذا فأنت آثم. قال أخاف أن لا تقبل صلاتي، قلنا دع الخوف جانبا، الشريعة تأخذ من من؟ من كتاب السنة. نعم. طيب، سمع صوتا
من بطنه، تقرقد بطنه تقرقد، أصوات تخرج من البطن، تغدى غداء ما شاء الله وتخرج أصوات من البطن. نعم، ماذا عليه؟ ما يخرج من الصلاة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا، هذا سمع صوت من المعدة. أي صوت الذي يخرج؟ صوت الخارج، يعني صوت الفساء أو ضراط كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، أما يقول لها قرقري أو لا تقرقري. نعم، وما أنت بأول سائر غره قمر، صح؟ نعم. شك في ترك ركن من أركان الصلاة بعد الصلاة، شك في ترك ركن، نعم أوقف، شك في ترك ركن من أركان الصلاة لكن بعد الصلاة وركن، انتبه. قلنا عندما ينتهي من العبادة فلا شيء عليه، يعني ما يلتفت للشك. شك في ترك ركن قبل السلام، إيه؟ قبل أن يسلم، قبل أن يخرج من الصلاة، شك في ترك ركن قبل الخروج من الصلاة. المسألة فيها تفصيل. هات التفصيل. إما يكون شك كثير أو قليل. قليل. إذا كان الشك قليل بيرجح. ما ترجح لدي شيء. يبني على اليقين. يبني على قل لا. نعم، فتح الله عليك. نسي التشهد الأول بعد أن قام إلى الثالثة. نعم. إذا كان أثناء قيامه. قلنا قام. إلى يعود إليه. ماذا أصنع؟ نسي التشهد الأول وهو جالس للتشهد. وقرأ الفاتحة هنا، ماذا يصنع؟ هو جالس. نعم جالس. يقوم بالتشهد. يقرأ التشهد ولا بد. تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه لم يقرأ التشهد الأول بعد خروج من الصلاة. فهذا يقوم بسجود السهو. والتشهد الأول. هو التشهد الأول كان الصلاة فيها.